السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا لالا نوال. أهلا، أنا أمها، أنا أم نوال. أم نوال، أصلحك الله يا نوال وأم نوال. كي داير الحال؟ الحمد لله الشريف، الله يبارك فيك. شحال راني فرحانة، شحال وحنا نتصلوا وأول مرة قبضنا الخط بالجمعة، بنهار تاع الجمعة. لا إله إلا الله، معذرة لالا نوال وأم نوال، حفظك الله ورعاك الله. كنشكروكم على هذا البرنامج. تعرف شحال دوك تولفناه نهار السبت وحد مي ما كديروش، ما كتجيناش. والبارحين هادي نهار الاثنين بنتي قبضتني وسلمت لي على يدي، وكان بنتي عجبك سلمي لي على يدي، قلت لها ما غادي يديروا لي عمي قريبان، ما غادي يديروا لي عمي قريبان. لا إله إلا الله، حفظك الله ورعاك الله. واحد البنت عندها بنتين 13 سنة، تبارك الله، الله يصلحها، تعلقها بالدين تبارك الله عليها. قالت لك ادعي معاها يا رب يا رب، ينجحها يوفقها راها في الجميع ان شاء الله تبارك الله. ودعي معها، عندها واحد الأمنية قالت لك ربي يحققها لها يا رحمن يا رب. ودعي لي مع واحد الولد يهديه الله يا رب يا كريم. عندي واحد الولد كبير عليها شويه، راك عارف بنادم طيشة وفي المراهقة، دعي معاه يا رحمن يا رحيم يا رب. ودعي لي، ودعي معايا انا راني شويه عيانة يا رب يا كريم. بغيت نمشي نفوت ونطلب الله يسمعني، يسمع الخير يا رحمن يا رحيم لالا ام نوال. ودعي لي كاع مع وليداتي ومع الزوج نتاعي يا رحمن يا رحيم يا رب. وها هي البنت نتاعي راها تعرف، قلت لك ترجف ملي قبضها الخط، لان كل اثنين ثلاث الاربع الخميس دايما نتصلوا بك وما كيقبضناش الخط، واليوم سبحان الله العظيم قبضنا. يوم مبارك سعيد، يوم الجمعه، الحمد لله. نشكرك بزاف. الله يعلي مقامك لالا ام نوال، حفظك الله ورعاك الله. جزاك الله خيرا. شكرا لكم لالا ام نوال، شكرا لكم. هيا تهضر معاك. مرحبا. فرحانين، عرفت انني نهبر والدموع كيسيلوا لي. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يعزكم. كيعجبنا الحديث نتاعك بزاف، وكنستنفعوا معاك بزاف، وكنسمعوا مشاكل الناس وكنساو مشاكلنا. لا اله الا الله، الله يكرمكم. سبحان الله العظيم. هيا بنتي راها تعرف فرحانه. شكرا لك لالا، مرحبا لالا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله بنتي نوال. اهلا، نهار كبير هذا، نهار كبير عمي الطيب، نهار كبير. فرحه لا توصف. الله ينورك بنتي نوال، الله يسعدك يا بنتي، النجاح والفلاح. امين امين قريبا، امين امين، الله يسعد جميع المؤمنين والمؤمنات. شكرا لك بنتي. عافاك عمي قريبا، دي معايا ربي يحقق لي واحد الامنيه، راني هدي شحال وانا كنطلب ربي. يا ربي يا ربي. توفقني ان شاء الله في دايره عزتي، يا ربي ان شاء الله في وظيفه ليا والاخ ديالي ان شاء الله يا رب، ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا ربي. جاي معايا من قريبين ومع خوتي والوالده ديالي، ان شاء الله ربي يسمحها في معها الخير يا رب، ان شاء الله ما يكون عندها والو. وجاي مع الاب ديالي ان شاء الله بشي رزيق، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رحمن الرحيم. جزاك الله خيرا. وبغيت كامي قريبان تدعي مع واحد صاحبتي مسكينة كانت عندها الخطوبة وداروا لها سحر وفرقوا بينها وبين الخطيب ديالها. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسكينة دابا باغية تولي الخطيب ديالها، ولكن بعدك السحر ما قدرتش تولي له، كتقول لك أنا كنشوفه ظلام وهو كيشوفني ظلام. لا إله إلا الله. وقلنا لها يعني، بقيت كنصحها قلت لها اسمعي لعمي قريبان راه يعني كينصح وكيدير الرقية وكيقول لهم ها شنو ديروا، وان شاء الله حتى هي ان شاء الله تسمعي، وان شاء الله يا رب ربي يشافيها باذن الله. بنتي نوال شكرا لك، بنتي نوال شكرا جزيلا، حفظك الله ورعاك الله. وحنا سعداء بكل هذا الكلام اللي كتقولوا، دليل كما يؤكد الطرح اللي قلنا بان الحمد لله الشعب المغربي راه المركز القوه اللي عندنا، راه هي النية الصادقة وقوة الإيمان ديالنا. ولا فهمتي مزيان، غتلقى بأن الثروة الحقيقية اللي ربي عز وجل يعتز بها عند عباده راه هي قوة الإيمان واليقين في الله. لماذا خلقنا الله تعالى؟ سؤال عظيم وكبير. واش خلقنا فقط لكي نبني ونعمر ونشيد؟ أي نعم، كل هذا مطلوب، ولكن خلقنا أولا وقبل كل شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخير مقامات العبادة هي الدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة. ملي كتدعو الله تعالى تزكي بأنك عابد لله ومؤمن بأنه موجود وموقن بأن عنده الخير
الخير وتخاف عذابه وترجو ثوابه. بنتي نوال، أسأل الله الواحد الأحد في هذه الجمعة المعظمة أن يعطيك فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان، ويعطيك الذكاء والحفظ والذاكرة حتى تكوني إن شاء الله تعالى في الدراسة ناجحة متألقة. الأمنية باش تحقق لك بنتي نوال سهلة مهلة. دائما كنخلي القلب ديالي فيه النية، نحضر النية في القلب ديالي وباش تكون وباش يكون عندي سرعة الإجابة، ما يكونش عندي حقد ولا كراهية ولا حساب مع أي واحد من المخلوقات. الله يسامح الجميع، كاع اللي ظلمني واللي ظلمته الله يسامح، اسمح الدنيا الأخرى. هذه الصفة مهمة تكون عندك في القلب ديالك. علاش؟ حيت ملي كدير الدعوة كتلقى عندك واحد الجهاز استقبال قوي، فيه دبدبات قوية للاستقبال. أما اللي مازال باقي في قلبه حقد وكراهية وحساب، كيقول لك فلان دار ليا وفلان فعل ليا والله ما نسمح له، ويوم القيامة غندير معاه وندير معاه، هذا راه مسكين هذا، لأن جهاز الاستقبال ديالو غيصبح دبدباته ضعيفة، غادي يبقى يدعي وما كيوصلش الدعاء. أحسن طريقة هي أنك كدير ما يسمى بالتخلية. التخلية تخلي ما في قلبك من أحاسيس ومن مشاعر سلبية، ثم كدير التحلية. التخلية قبل التحلية، التحلية ما معناها هي كتعمر بالمحبة وربي كيعطيك ديك الساعة. بنتي نوال، ديك الأمنية تحقق إلا بقيتي كتقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقضي لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قوليها وعاوديها وقوليها عاوديها، وهذيك الأمنية اللي بغيتيها غتنضج وغتكبر وغتخمر وغتجي تلبين يديك. هذا كيتسمى التسخير الإلهي. التسخير الإلهي، الله عز وجل يسخر لك الأشياء الغريبة البعيدة المنال. انت كتقول لك راه موحاش نصليها، ما عنديش القدرات، ما عنديش الإمكانات، ما عنديش الوسائل، كيقول لك الله تعالى إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. انت غير استعيني بهذه الكلمات، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقضي لي أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ربي قد يعطيها لك بإحدى الطريقتين، إما غادي يعطيك المؤهلات، يجيك الفكر ويجي عندك القوة ويجي عندك المدد ويجي عندك حسن التخطيط وحسن التدبير وتمشي وتصل المهمة ديالك، عطاك الله القدرات. وإما بلا قدرات كيجيب لك الله تعالى سهلة مهلة، بحال ديك القصعة ديال الطعام اللي كتجي في شي مناسبة سعيدة، كتجيك هكا مسقية من عنده سبحانه. هاد الذكر بنتي نوال قوليه، وأسأل الله الواحد الأحد ببركته أن يعجل لك بالفرج، وأسأل الله تعالى أخوك اللي هو في سن المراهقة، غير صبروا معاه، راه الشباب ديال اليوم مع سن المراهقة ومع الثقافة الفيسبوكية ومع مواقع التواصل الاجتماعي ولا فيها الغث والسمين، وكاين اللي كيدخل ليها كيوقع ليه غسيل دماغ وكيوقع ليه واحد النوع من التيهان والهيجان. للأسف هذه المواقع التواصل الاجتماعي كان المفروض أنها تكون عامل بناء، عامل تواصل، عامل تأطير، لكنها واحد الشطر منها صار عامل هدم وعامل تعكير الأفكار وتشويه المبادئ والفوضى العارمة. نطلب الله تعالى هاد الشباب، راه ماشي بحالنا احنا، احنا الشباب الأول اللي كنا كانت الأمور عندنا ميسرة وكانت الأمور واضحة وبينة. هاد الشباب عنده فتن، عنده فتن، وكيسمع كلام وكيسمع آراء وكيسمع أفكار وكيسمع، وفي هذا كيوقع لي واحد النوع من الهيجان، واحد النوع من الانفلات. نطلب الله تعالى يحفظ شبابنا، نطلب الله تعالى يملأ قلوبهم بالإيمان ويملأ عقولهم بالنور ويجعلهم مستقيمين مباركين. وهذا الأخ ديالك لالا نوال، أسأل الله الواحد الأحد أن يتوله بالعناية والرعاية ويحفظه بالسبع المثاني والقرآن العظيم. لالا نوال، هذاك الخط البنية اللي تخطبات وكتقول بأن داروا لها شي سحر، إذا كان كتعتقد فعلا أنه سحر، قد يكون سبب آخر، ربما عدم تفاهم، ربما حسابات مادية، ربما ربما. فإذا قلنا أنه سحر، راه طريقة السحر سهل باش نتخلصوا منه. كنديروا الرقية، ما هي أعظم رقية؟ أعظم رقية يا بنتي نوال هي أن الإنسان يحافظ على وضوئه، الوضوء، نكون دائما متوضئ. الوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن، نكون دائما على وضوء. ثم أحرص على أن أصلي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، أحرص أنني ما نضيعش صلاة الجماعة ونصلي مع المؤمنين. علاش؟ حتى ملي كندخل الجامع
وكنلقى المؤمنين كيصليو وما نقولش ما بقات الصلاه راه غنفاق حاشا وكلا، كاين الايمان وكاين الصلاح. هذوك اللي كيمشيو للجامع راهما افضل واعظم واكرم المخلوقات فوق الارض، حيت شكون اللي غادي وقت الصلاه غادي يخلي خدمته يسد المتجر ديالو يسد الحانوت ولا يسد الاداره ديالو او يبعد من الحقل ديالو او اي متاع ديالو ويمشي للجامع؟ شكون اللي غادي يمشي؟ راه غير المؤمنين الصادقين. ملي كيتجمعوا دوك المؤمنين الصادقين كندخل وسط منهم، ديما ملي يمشي للجامع نجلس الوسط. علاش؟ باش التاثير. كيقول لك الارواح يسقي بعضها بعضا، الارواح يسقي بعضها بعضا. الا كنت مع الذاكرين مع المؤمنين كناخذ من عندهم البركه بلا ما يشعروا، لان الروحانيه تدور في ذاك المقام. واحد مرضي الوالدين كناخذ ما عنده دي نوسيون ديال رضات الوالدين، والاخر كريم محسن كناخذ ما عنده تاثير ديال الاحسان، واحد اخر صبار كناخذ تاثير الصبر، واحد اخر مبارك كناخذ تاثير البركه، وهكذا كنجمع الطاقات بحال دي زونيتي، راه بحال داكشي ديال البلوتوث. انت كتجلس وكلشي كيدخل عندك. إلا مشيتي المكان اللي فيه الفساق والعياذ بالله والناس ديال الذنوب وديال المخازي، راه كتجي عامر. وانت ندير غير نبو واحد قلتي غنمشي لواحد البواط هاد الليله غنضحك ونفرح ونسعد وغندوز هذيك الليله ونتوب. ملي كتدخل ديك المكان اش كيوقع لك؟ كتلقى واحد جاي سارق الفلوس، واحد جاي عاق لوالديه، والثالث جاي ما مضيش اصلا، والرابع ديال خطيئه، والاخر كتجلس وسط منهم كتاخذ لي زينيتي ديال الفساد والعياذ بالله. هذا ظالم وهذا عاق وهذا سارق وهذا مفسد، كتخرج وانت ملوث والعياذ بالله. فاعظم رقيه كنقول للاحباب الكرام هي الحفاظ على الوضوء، دائما كن متوضئ، ودائما احافظ على الصلاه في وقتها مع الجماعه في المسجد مع وسط المؤمنين، ثم نخلي لساني رطبا بذكر الله ونذكر الاذكار اللي هي عاديه. الا كان سحر يكفيني نكرر غير الايات اللي هي عندها علاقه بالسحر، مثل قول الله تعالى وقال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، واللي ما حافظش يقرا غير الاخلاص والمعوذتين، الاخلاص والمعوذتين. اللي ما عرف ما يقول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله. واللي ما عرف ما يقول اللي تلف ما عرف ما يقول حاجة واحدة يحافظ عليها، شنية؟ الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. هذه بوحدها كفيلة أن الله تعالى يحفظك في بدنك وصحتك ويقيك من العين والحسد والسحر ويعطيك القبول والبركة. للا نوال الله يحفظكم يا بنتي ويحفظ الوالدة ديالك ويمتعها بالصحة والعافية ويرزق والدك رزقا حسنا ويجمع شملكم. وتحية كبيرة لساكنة أهل وجدة الطيبين الصالحين المباركين، حفظكم الله جميعا ورعاكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.